맞출까요? Sawa ganun, awa ka mo nga. Itsura ko sila eto. Nasa cellphone lang. Yan yung sinasabi ko, Jeff. Ganun sa Singapore. Hologram. Yan yun. Message from 5309. ونعيش بأمان لأننا دعاة السلام وقادة فكر وحضارة كل شبر في هذه الصحراء التي سافرنا في أنحائها يعرفنا وقد اخترنا من بينها وطنا هنا في الشارقة عنقه كشجرة شامخة أصلها ثابت وفرعها في السماء المحرك الذي يطوي الصحارى الشاسعة ودليلنا لجنوبها الواسعة ويرى بقوة أبصاره ما لا نراه دربناه على الصيد واعتنينا به كما نعتني برفاق الدرب الأوفياء وتوثقت معرفتنا به وأكرمناه حتى أصبح شعارا لبلادنا وفي نهاية موسم الصيد يطلق أجنحته ليحلق عاليا في السماء عن المياه والزراعة وسط رمال الصحراء ضربا من المستحيل ولكنه تهشم بقوة الإرادة وامتدت السواعد لتشق الأفلاج فتدفقت المياه من الجبال واخضرت الأرض بعد اصفرارها قرونا عدة وتحققت رؤية زايد في تحويل الصحراء إلى واحة غناء كنت غواصا لطالما أغراني بريق اللؤلؤ فبدد أمامي أخطار الغوص للبحث عنه والانتفاع بمردوده المادي الكبير كنا ننتظر موعدنا الصيفي معه بشغف 100 يوم كانت كافية لحصاد اللؤلؤ وتكوين ثروة ممتازة لم تكن الصحراء كافية لتحقيق طموحاتنا فتوجهنا نحو البحر وصنعنا مراكبنا الخشبية بأيدينا كانت حبال النخيل كافية لتمتين أجزاء مراكبنا ونجوم الليل خير دليل للإبحار في مياه الخليج العربي وهناك تشكلت ملامح التجارة الأولى وأصبحت جزءا مهما من ثقافتنا حياة نصفين أنا وزوجي فهو يبحر لتجارة اللؤلؤ وأنا وشقيقتي نعتني بالأطفال نهتم بأمور المنزل ونربي الدواجن والمواشي كانت أياما شاقة لكنها صنعت قصص نجاح اشترك بها الجميع بلا استثناء في البر والبحر وفي هذه الليلة تعايشنا معا وحافظنا عليها لأننا ندرك مدى حاجتنا لها فكنا نأخذ ما نحتاج ونحافظ على مقدرات الأجيال القادمة ومثلما الحال في تجارة البحر
أفنمت حضارة الشارقة على الأرض، وكان لها موعد في عشرينيات القرن الثامن عشر لبناء صرحها الأول حصن الشارقة. ولا أزال أتذكر الشيخ سلطان بن صدر القاسمي وهو يتفقد ويوجه ويدعم خطوات البناء الأولى، حتى قام الحصن وسط المدينة مرتديا حلته الهندسية المعمارية الجميلة. لم تتوقف أحلامنا، كانت بذور طموحاتنا المختلفة ونافذتنا التي تشرف المستقبل. كان لابد لنا أن نستعد، وهذا ما كان. فقد بنينا أول مطار في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومددنا جسور التواصل مع العالم ورجال الأعمال وصناع الحضارة. لقد جاء الجميع ولكن الفائدة الأكبر تمثلت في دروس ماضينا وتقاليدنا العريقة التي أبحرنا بها نحو الأمان في أصعب الأوقات. العيالة ايه سيارتي العالم كما يتنك التفكير بالمستقبل وتطوير الحاضر لا يعني نسيان روابط الأرحام. لقد جمعتنا الصحراء التي سمرنا طويلا على رمالها. كانت النار المشتعلة ليلا حافزا لتقديم أجمل الحكاية. كان فنجان القهوة رديفنا المحبب ولا يزال. كان كل شيء جميل حتى الخلود للنوم على وقع القصص الشيقة التي لا تنسى. لم تكن صعوبة الحياة وحدها التي نعانيها، كانت هناك عوامل خلاف كبيرة قريبة وبعيدة، لكن قادتنا أولئك العقلاء الحكماء ينظرون للمستقبل بعين أخرى، فجمعونا وكانوا خير قدوة لنا. رحم الله زايد الخير، مجلسه معنا لا يزال عامرا في قلوبنا، ومكانه عامر بروح المحبة للإنسان والإنسانية. فقد قال زايد: الأمة التي لا ماضي لها هي أمة بلا حاضر ولا مستقبل. وقال: لقد كانت أمتنا والحمد لله غنية بماضيها الثرين وحضارتها الزاهية الضاربة بجذورها في أعماق هذه الأرض عبر أحقاب طويلة من الزمن. لذلك فإن هذه الجذور الأصيلة ستظل تولق في حاضر أمتنا الجديد ومستقبلها المرهوب. هذه الشارقة الفخورة الكادحة الصلبة والقوية، لقد تغلبنا على عقبات الواقع وأحللنا السلام في قلوبنا. ستذكرنا الأجيال القادمة بما صنعنا، وسنتذكر ذلك دوما لمستقبل أطفالنا. حسنا إن الشغف بالتجارة واللحاق بموكب التطور والحضارة لم يمنع الشارقة من الاعتزاز بالانتماء، لذلك كانت أجمل موروثاتها الفنون والثقافة، وازدانت بحكمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة في المحافظة على تراثها الطبيعي والثقافي من خلال المباني التاريخية والمتاحف والمحميات الطبيعية والتربع على عرش الثقافة العربية. Thank you.
الإمارة الشارقة وتعرف بعاصمة الثقافة في العالم العربي، ولهذا أنا فخور. فهذا إنجاز لن يستطيع أحد انتزاعه منا أبدا. أشعة جيب جيب يوم أتغريتو بولد أبروت جيب Bago ano, Friday ngayon eh. Friday ngayon, di ba? Oo, oh, ito. Mahal kaya ng pag-anan? Mahal yan yung hologram? Siguro araw-araw. Oo. Basta fountain lang, oh. Walang hologram? كمن تسلق جبلا ووصل القمة، وعندما نظر إلى الأسفل شعر أنه ما يزال يريد الصعود إلى الأعلى لبلوغ أهدافه. فرغم كل الإنجازات ما يزال لدينا طموح للمزيد. Ya.